تبان المغنيين اللي كنتمنى انني ندير معاهم ديو شي نهار. سعد المجرد عزيز عليا بزاف 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 من البدايات ديالو، عزيز عليا. وواحد الحاجه، وتفاجات مؤخرا بانه حط الفيديو ديالي في ستوري ديالو وهضر معايا، كنقول ليه شكرا بزاف. فرحت بزاف وما تيقتش، لحقاش عمري توقعت ان سعد المجرد يدوي معايا، نظرا لانني فان ديالو. ماشي شي حاجه ولكن انا فان ديالو ديال بصح. كنتمنى ليه التوفيق بالاغنيه سعد المجرد، واعره عجبتني بزاف بزاف بزاف. هو اصلا مبدع، اي حاجه دارها كتجي معاه، واخا يغنيها يطلع فوق لاسي ويقول غير شي جمله جمله هكا دير بوم. في هذه المناسبة هذه كنبغي نهدي واحد المقطع للجمهور ديال السلطانة وكذلك المتابعين ديالي الاعزاز، ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. نسيم روحي ما نهوى يطوف جنبي بعد ما غب ملا، يطاردني اينما ارتحت يفاجئني كلما غفوت. نسيم روحي ما نهوى يطوف جنبي بعدما غب ملا، يطاردني أينما ارتحت يفاجئني كلما غفوت. أيا طير عاشق ما جاء بيك من بعيد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.